مع صوت المبدع وصوت الشجي عندليب قناة الواقع محمد بن بندر في الفترة المشكورة. السلام عليكم. والله حياكم تحايا المطر. ايها وش هو شاطر يا مهدل؟ في واقع في واقع بين القنوات تختال الشامخه والغده والابيه وفي الواقع اللي ابدع اخر جدال كانها على الابداع تملك وصيه يا مرحبا واعداد مهل همال بالليل فولا القرية العالمية الفرقة النماصر رجال رجال انقدمت ترحب والشاذلية عود يقدم وسط مجلس ومدهال مدهال الأهل الطيب وأهل الحمية للضيف حنا نرخص الحال والمال لضيوفنا بصدورنا مقدرية وباسمك يا شيخ الصعيبات حلال شيخنا يا عز الضيف والنار حيا وانثني الترحيب في كل الأحوال باسمك يا شيخ القرية العالمية نواف له في عالي الطيب من زوال شيخنا على الخواه يقدر خويا سوالم تستاهل صح الابداع صح على صوتك ابو بندر. اما الان مع كلمه المعاون الاول علي بن مشعل شمراني فليتفضل المشكوره. يا مرحبا ومسهلا الله يحييكم من مشاكم لين ملفاكم تحايا المطر جيتكم غالية والله كأنها المطر يعلم الله والله يحييكم تحايا المطر. وبالنسبة لقرارات الشيخ القرار الأول الصلوات في وقتها يا مال السلامة والجنة واللي ما يقوم والقرار الثاني فتحديد أو وضع جدول للمؤذنين واللي يصلوا سلامتكم. كلمة المعاون الثاني عبد العزيز المسفري فليتفضل مشكورا. نعم نعم أول شيء فأقول مرحبا ترحيب ثم كان هلا ما كان هلا المملكة والفيصلية الله يحييكم تحيات المطر مرحبا ومسهلا تحيات المطر. أخوي قدمني والله العظيم ثم والله أني أصغرهم في ذا المجال لكن أسد في محلهم والله يحييكم تحيات المطر نثني الترحيب اليوم ودوم مرحبا ومسهلا. وفي الختام أنا أمسكت بالمقدمة مع أخوي نواف فرجان وذكر علي الأبيات أبو فرجان وصل القرية العالمية فأقول أنا مرحبا بكم في القرية العالمية مرحبا بكم في القرية العالمية وسط نجد العذية وسط نجد العذية. نشكر ضيوفنا لحضورهم وتواجدهم معنا لهذه الليلة في دخولية أخونا نواف ابن فرجان الشيخ لهذا الأسبوع. شكر خاص موصول إلى فرقة النماص الله يبيض وجيهكم ويطول عماركم غير مستغرب الحضور المتألق والمبدع والمتميز منكم ونشكرهم كذلك تلبية دعوتهم لنا وتواجدهم.